تربويا دائما وفي ملف العنف المدرسي، عاش أهل مدرسة محمد طيبي بالعاصمة حالة عنف داخل الحرم المدرسي بطلته أستاذة وولي تلميذ بسبب ضرب أستاذة لتلميذ أثناء نزوله من القسم، حيث دخلت والدة تلميذ لساحة المدرسة وبعد مناوشات كلامية تطور الخلاف إلى شجار بالأيدي بينهما. هجز للف ولي اليداود والتفاصيل. بتاريخ الثلاثاء 6 ديسمبر في ابتدائية محمد طيبي باب حسن بالعاصمة وفي وقت الاستقبال، كان فناء هذه المدرسة شاهدا على شجار بين ولي تلميذ وأستاذة بسبب كلمة ممنوع الضرب. تقربنا من محيط المدرسة لمعرفة أسباب الحادثة لتروي المعنية رقم 1 الحادثة بتفاصيلها. الغزالة كي كنت أنا سيستيم ممنوع الضرب ننسيستي في هذه الكلمة طارت في وجهي خبشتني، وشكون اللي جا سلكني لاساس؟ ما منو كان ضربت عام دير لي شاكده تخلي الحق معاها، بصح انا ما نسيتهاش كامل. على بالنا باللي ضربوا شي وين يلحق في هذا الوقت، ولا المدير ولا دخلنا للمكتب ديالو، هي كانت سليمه. حجم انا اللي كونتخار انا اللي قاعد يقول لي روحي غسلي وجهك الدم يسيل. كنت واقفه معاها، جا وليدها يبكي قالها استاذه ضربتني. هذا واش انا هكذا واش راني نقول؟ جا قالت له علاش ضرباتك؟ قالها ما على باليش ضربتني بدبزه. راحت قالت لها استاذه قالت لها علاش ضربتيه وهكذا، دارت لها هكذا بيديها الحق قالت لها علاش ضربتيه؟ قلت لك ما تضربيهمش ما تزيديش تضربيه هكذا، كي دارت معها هكذا عطاتها ضربتها. الاستاذه المتهمه بالضرب والاعتداء على ولي تلميذ في الحرم المدرسي كانت غائبه. لنتوجه بعدها نحو الفرع النقابي التابع للمؤسسة العاملة فيها ليوضح لنا الأمر. يعني من طرفين نعم، بطبيعة الحال لما يجي يتهجم عليك الأول الإنسان لازم يدافع على نفسه ما يبقاش مكتف الأيدي، وزيد هذا على هذا أنها داخل حرم المدرسة، يعني لا هذا ليس بخارج المؤسسة داخل المؤسسة، فبالتالي دافعت على نفسها. ثم أنا طلبت منها أن تقوم ب يعني الإجراءات القانونية، تتصل تقوم بالتقرير للأمن. مدى مدير المدرسة طرف أساسي في القضية، تقربنا وحاولنا أخذ تصريح عما حدث في مدرسته لكنه رفض. بارك الله فيك، لأنني عندي تعليمات ممنوع عليا. نظن أنتوما تعرفوا عقلنا عقل. معليش على بالي أستاذ بصح هذه حادثة استثنائية. إيه ما نقدرش نعطيها لكم هنا ما نقدرش نقول ليا، أنا لقاني ممثل هذه المؤسسة. سمحت لي لازم يكون طرف مخش. ما حدث في ابتدائية محمد طيبي يعتبر عنف داخل الحرم المدرسي، للأسف كان بين طرفين بالغين وكلاهما يعرفان القانون، لكنهما رسما صورة سيئة عن المدرسة الجزائرية.